أحيت مدينة عدن صباح اليوم الذكرى الأولى لانطلاق عملية إعادة الأمل التي أفضت إلى تحرير عدد من المحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. وشارك المئات من طلاب وطالبات مدارس عدن بحفل كرنفالي صباح اليوم في ملعب شمسان بمديرية المعلى بعدن. حضر الاحتفالية اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن واللواء شلال شايع مدير شرطة عدن والعديد من مديري المكاتب التنفيذية والمديريات. من أجل إنجاح هذه الفعالية اليوم أيها الأعزاء تكسرون طوغا يحاول البعض فرضه على الشيخ عثمان كلمات وألحان عدن فليتفضل. محافظة عدن هذا الجندي المجهول الذي يشارك في كل الأنشطة. أهلكم وآباءكم ملحمة بطولية دفاعا عن عدن. تقدموا نحن قضاء مبرم. في تأمين هذا الحفل المساهمة في إنجاح هذه الفعالية.